لا دوري دوري اش من نظام ديال تذبذبه تيوافق اصدار دوري ياك ماكاش مخاف دونك نظام دوري لا دوري ياك هاك كوسينوس او لاسينوس ياك مزيان دونك حل ديال هذه المعادله التفاضليه غادي تكتب على شكل داله جيبيه هاد الداله الجيبيه كنكتبوها على هذا الشكل دونك حل المعادله التفاضليه ديال هذا الدار حيت نتوما ما كديروش الحل ديال المعادله التفاضليه ديال الداره ار ال سي صافي في المقرر عندنا فقط الحل ديال الداره ال سي دونك ساهل دونك شنو هو الحل ديال المعادله التفاضليه يو سي دو دي كيساوي لنا يو ام لاحظ من كندير يو ماجيسكول دابا ياك حيت ثابت يو ام تا هو كوسينوس اوميغا زيرو تي بلس في تبع معايا كوسينوس اوميغا زيرو تي بلس في شوف حيث اوميغا زيرو كيساوي لنا دو بي على تي زيرو والتي زيرو هو الدور ديال التذبذبات الدور مين كنقولوا الدور هنا عندنا داله قلنا جيبيه نظام دوري ياك للتذبذبات واخا دونك ها اون سي دو تي نظام دوري هنا غادي يكون بحال هكا مثلا صافي نظام دوري دونك القيمة هذه اش كتمثل لينا؟ قيمة قصوية هي هذيك يو ام يو ام ماكس كتسمى الوسع القصوى يو ام هو الوسع القصوى تبع معانا هذا غادي نسميوه الوسع صافي الوسع القصوى مزيان دونك الدور شنو هو الدور؟ كي نديرو حدو الدور هنا في هذا المكان. دونك هو عبارة عن مدة ثانية. نقراو هذا، دونك الدور هو هذا من هنا لهنا. تزام. مزيان، قبيلة من هضرنا على التذبذبات، ياك من شفنا التجربة، باش كنا نغيرو الدور التزام، علاش كنا نغيرو؟ لا، ما غيرناش مقاومة، يعني المعامل التحريض. يعني هذا التزارو هذا باش كيتعلق كيتعلق غادي نبينوا هذه العلاقه نحاولوا نقلبوا ديك العلاقه اللي كانت مكتوبه قبيله تزارو وي دو بيش دو مربع ال سي يعني هذا الدور كيتعلق ب ان معامل تحريض وشيعه والسي ساعات الوقت راه ملي كنا نبدلوا معامل تحريض والساعه كان يتغير هذا الدور الدور كيتغير به كيتعلق به دونك غادي نحاولوا نبينوا هذه العلاقه هنا دونك تزارو هو دور التذبذبات اوميغا زيرو كتسمى النبض الخاص هذا الدور الخاص ديال التذبذبات هذا كيتسمى النبض الخاص النبض وهذا الدور الدور الخاص التذبذب في هذا في كيتسمى الطور عند اصل التواريخ يعني عند اللحظة تي تساوي يعني من تكون تي على زيرو في كيتسمى الطور عند اصل التواريخ شنو كنقصدوا بهذا الطور هذا الطور كفكره غير ناخذوا كفكره مثلا حنا في اللحظه تي ايكال زيرو ياك في تي ايكال زيرو المكتف كي راه داير مشحوح ياك يعني يو سي في اللحظه تي ايكال زيرو يعني في هذه اللحظه تي ايكال زيرو نعتبروه كي خص يكون يو سي مشحوح يعني يو سي خص يكون هو يو ان ياك يعني في هذه الحاله يو سي هي يو ان مزيان صافي في لحظة تي كال زيرو في هذه الحالة هذا التطور هذا في كيساوي لنا زيرو علاش؟ حيت راه صح هذاك الشيء اللي كان حنا نورمالمون في لحظة تي كال زيرو كيخصو يكون مكتف مشحوح يعني التوتر بين مربطة هو زيرو دونك هنايا يقدر باغ اكزومبل في واحد اللحظة تي كال زيرو نعتبرو حنا اصل التواريخ يمكن هاد التوتر يو سي دو تي يمكنش ما يكونش يساوي زيرو باغ اكزومبل يكون يساوي واحد القيمه اما قل اما اكثر يعني واش راني واش راه الطور ديالي مقاد يعني واش راني داير شي روتار ولا راني نيشان نورمالمون ملي غادي يبدا يتفرغ المكتف شحال خص يو سي تكون يو سي من غادي يبغي يتفرغ المكتف يو سي خصها تكون قصويه هي هنا
صافي. نفترضوا انه عندي واحد ميبيان لي اوسين مثلا التوتر يكون بادي هنا باغ اكزومبل وراه كيتشارج فحال هكا. يعني واش راني مقاد ولا راني اون روتار ولا راه عندي شي فرق بين فرق هنايا ديال هاد التوتر اوسين دو تي في لحظه تي كالا زيرو. نورمالمون في لحظه تي كالا زيرو فين خصو يكون التوتر في ان ولكن الا كان هنا يعني عندي واحد الطور. دونك هذا الطور هذا بحال الا تقول هو داك الروتار اللي غادي نشوف. يعني هنا نورمالمون خصو يكون بادي من هنا وجي غادي هو كان هنا في لحظه تي كالا زيرو. دونك هنا نهضروا على الطور صافي. غادي نشرحوا لكم كيفاش من بعد غادي نشرحوا. دونك غير كفكره وصافي. اذا ناخذ بعد هذا الشيء ثانيه صغيره حل المعادله التفاضليه. ثانيه صغيره حل المعادله التفاضليه. حل المعادله التفاضليه. حل المعادله التفاضليه. دونك يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل التالي. يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل التالي. يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل التالي. نقطتين ناخذ هذا الحل هذا يو سي دو تي ايغال بي ام كوسينوس. صحيح وي كلشي بحال درنا الاخر. يلاه بدنا ناخذ هذا الحل هذا ونشوف. يلا اوميغا 0 تساوي 2 بي على تي 0 حيث اوميغا 0 كتساوي لنا 2 بي على تي 0 2 بي على تي 0. نقطه رجعوا السطر يو ان نقطتين في 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 بحال هكا في. يلا دونك نقطة زير العصر في ام نقطتين وسع التذبذبات. وسع التذبذبات وسع التذبذبات وهي القيمة القصوية. وهي القيمة القصوية للتوتر يو سي دو تي. وهي القيمة القصوية للتوتر يو سي دو تي. اوميغا 0 نقطتين. اوميغا 0 نقطتين النبض الخاص للتذبذبات. النبض الخاص للتذبذبات. تي 0 نقطتين. تي 0 نقطتين الدور الخاص للتذبذبات. هاك تزر وياك ديك ما سميتش زيد في 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 كزمنا التطور في التطور وي عند اصلي التواريخ. تي كلا زيرو في التطور عند اصل التواريخ. تي كلا زيرو في التطور عند اصل التواريخ صافي مزيان. دونك هادي الان هذا الوسع القصوي كنجبدو انطلاقا من البيان مثلا او لا باغ اكزومبل الا قالوا لنا بلي المكتف تشحن تحت توتر او ياك. يعني هاد بي ام واش هي يعني هي اقصى قيمه غادي يكون مشحن بها المكتف صافي. دونك هذا نقدر نجبدو من البيان نقدر نجبدو من التمرين. باغ اكزومبل يقول لك شحن المكتف تحت توتر او ياك فاطمة. دونك تحت توتر او احنا سميتوها دونك ديك بي ام هي او. دابا اوميغا زيرو في اوميغا زيرو اشنو درنا في دار ار ال في دار ار سي ياك باش حددنا باريزوم الفا ولا اشنو درنا للحل المعادله. الحل المعادله تفاضلي ياك ولا لا درنا مشقه وكذا اذا غادي نديرو لا ميم شوز هنايا. المعادله التفاضليه وي اللي لقينا واخا واخا المعادله التفاضليه بعدا اللي لقينا شنو هي يو سي دو تي واخا دي سكوند دو اس سي على دو تي سكوند زائد واحد على اس سي دو سي دو تي. يعني هنا عندي اس سي ياك واخا غاتبان معايا. هنا شنو عندي مشتقه ديال هذا
يعني غنمشي نحسب المشتقه الاولى ديال او سي زيد نحسب المشتقه الثانيه ديال او سي ونعوض في المعادله التفاضليه. دونك نحسب المشتقه الاولى ونحسب المشتقه الثانيه. قبل ما نحسب المشتقه الاولى نحاول ندير تذكير. كندير نحسب سينوس كندير نحسب كوسينوس المشتقه ديال سينوس واخا واخا بلاتي عطاو الدبل بلاتي المشتقه ديال سينوس ا تي بلس بي المشتقه ديال سينوس ا تي بلس بي بري لا ماشي اف جي اف رونجي اف رونجي ولا لا اف رونجي واخا شنو غادي نديرو هانت بصفه عامه سينوس اي دو اكس هي دو بريم مشتقه تاع حاله دو بريم دو اكس فوا كوس اي دو اكس واخا دونك المشتقه تاع السين هي دو بريم فوا كوس اش غادي نديرو اتي بلس بي بريم فوا ماذا كوس بريم اشنو هي هادي ا فوا كوس اتي بلس فهمنا هادي واضحه لا ماشي اف جي لا لا هذا مركب دالتين هذاك اف و جي اف و جداء جداء دالتين هذا مركب دالتين صافي ولا لا دونك دابا بالنسبه لي الكوسينوس مشتقه ديال الكوس كوس ا تي بلس بي دونك لا ميم شوز ا تي بلس بي دونك موا دونك نجيب واحد المهلول ياك سينوس ا تي بلس بي صح هاك دونك موا ا سينوس ا تي بلس بي يلا اذا غادي نمشيو نطبقوا هادشي واضح حنا دونك كوس سينوس ايه هذا اخر جواب راه كوس سينوس ا تي بلس بي بالنسبه لكوس سينوس موا ا سينوس واخا سي يا سي نكتبوها يلا دونك اي سي دو تي هي كي اف ياك كوس دو بي على تي زيرو تي بلس بي ياك قلنا غادي نحسبوا اول حاجه المشتقه الاولى ياك يلا المشتقه الاولى دي دو اي سي سور دي دو تي اش غتعطينا سي اس سي واخا ديالو يلا ونشقوا هذه كامله واخا دي سور دي تي ديال اي ان ياك كوس دو بي هذا زيرو تي بلس واخا يا سي يا سي اي ان ثابته واشنو غنديرو هاد خرجوها برا واخا اي ان هاي فوا خدير هادشي صحيح ناقص دو بي على تي زيرو دونك ندير هاد الناقص هنا ياك دو بي على تي زيرو زيد فاش سينوس هاكا برافو واضحة هنا ولا لا دو بي على تي زيرو تي تي هي المشت هذا هو العدد المتغير دونك نخرجوا العدد هنا شنو خرجتي ا تي ولا ا دونك شنو عندك دو بي ا تي زيرو لا لا دابا غادي ندوزو للمن الثانية دي سكون دو اي سي على دي دي سكون تساوي الشقة ديال هاد شنو غادي نشق لنا هاد يا شقوا هادي كاملة لا ميم شوز دي سيغ دي تي ديال من ناقص يو ام دو بي على تي زيرو سينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في ياك علاش تمشي لا هو السينوس تولي غير كوس تبقى الموا صحيح دونك نخرجوا الموا ها هي اب فراش دو بي على يلا اش غادي نديرو هنايا مشتقه تاع السينوس هي دو بي على زيرو دو بي على تخرج ياك دونك شوف معايا المشتقه تاع السينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في هاد دو بي على تي زيرو بحال درنا هنا نرجعوها برا فاش دو بي على تي زيرو زيد فوا كوس دو بي على تي زيرو تي بلس مليح هادي شنو هي
دو بي تي زيرو او كاري مزيان دونك ناقص يو ان دو بي على تي زيرو او كاري ياك فاش في كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في مزيان دابا هادي هنا اشنو هي واحد لا خل هاد دو بي تي زيرو نجيبها هنا هي الاول شنو هي يو ام كوسينوس دو بي تي زيرو شنو هي يو ام كوسينوس دو بي يو سي يو سي اذا شنو غادي تولي لنا هاد المشقه ناقص دو بي هاك دي سكوند دو يو سي على دي تي سكوند تساوي ناقص دو بي على دي زيرو او كاري ياكس هاد يو ام في كوسينوس دو بي تي زيرو تي هي دونك يعني ناقص دو بي تي زيرو فوا ماذا يو سي دونك هادي المشقه صافي الثانية صافي إذا شنو غادي ندير هذه المشتقة الثانية؟ نعاود نخدمو على هذا ناخذ هذا الشيء بعدا يلا ناخذ هذا الشيء واه ديريكت شفتوا الحل شفتوا ديريكت يلا